النهارده والله العزم ما كانش معايا نادي الاتفاق. انا اول ماتش في السعودي الحمد لله رب العالمين، لعب ماتش النهارده الكسران كبير قوي 4-1 كتير، لكن ان شاء الله في الماتشات كتير قدام ان شاء الله، ده اول ماتش ان شاء الله. اسباب الخساره كابتن بالضبط؟ مش عارف، عشان بس انت عارف النادي الاهلي فريق كبير واتفاق كمان مش فريق وحش، فريق كبير برضو، بل لسه تلعب من درجه ثانيه، لكن ان شاء الله عندنا فرصه كتير قدام ان شاء الله. محمد اسالك عن القضيه المتداوله معروفه حتى في مصر كانت مع مرتضى منصور. انت كتبت في صفحتك في الفيسبوك انه راح تقدم قضيه وبعدين اعتذرت، وين وصلت هذه القضيه كابتن، خاصه بعد الاتهامات الكبيره؟ يعني مرتضى منصور اتهمك اتهامات كبيره، اتهمك انك زورت جواز، انك سرقت الفلوس، حرامي، انك نصاب، كذاب، يعني اتهامات كثيره لا يقبلها حتى كرامه الانسان او العقل ما يقبل هذه الاتهامات كابتن. يا حبيبي انا مش حرامي، ورئيس المستشار مرتضى هو رئيس نادي الزمالك، رئيس كويس والفريق كويس، فريق كبير، فريق عظيم في افريقيا، لكن ايه كان في حاجات ما بين انا ورئيس منتشر مرتضى، لكن هو مش وحش، هو كويس، ممكن هو مش فاهم انا كان عايز ايه، بس مش عايز اتكلم في موضوع الزمالك دلوقتي. انا في نادي اتفاق النهارده، انا بدل مع نادي اتفاق النهارده ان شاء الله عندنا موسم قدام، عندنا ماتشات كتير ان شاء الله، لازم نتركز بقى في الملعب بس. ترفع عليه قضيه ولا خلاص انتهى الموضوع؟ لا خلاص الحمد لله. شكرا. العفو.